اختبرت القوات الجوية الأمريكية بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات أطلق من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا. وأفاد بيان صادر عن قيادة القوة الضاربة الشاملة المكلفة بالقوة الرادعة في سلاح الجو الأمريكي أن التجربة ستعتبر موثوقة حين ينهي الصاروخ مساره ضمن ممر أمني محدد وتكون منطقة التأثير مطابقة للهدف المحدد. وصرح مسؤولون أن التجربة كانت مقررة منذ 3 إلى 5 سنوات إلى أنها الأولى لهذه السنة.